تنوض واقيلا تنوض. اهلا وسهلا بجميع المتتبعين الكرام داخل الوطن خارج الوطن. اليوم احنا جينا مقر الجمعيه المشكوره وكنشكروا الصحافه اللي حاضره معنا، لان اليوم اخترنا الفرصه ديال 8 مارس لتكريم المراه المغربيه والمراه في العالم. واليوم حنا كنكرموا السيده حياه العالمي الام ديال تهامي بناني المختفي، هذا الشاب اللي كافحت حياتها كلها مده 15 سنه باش تعرف الحقيقه ديالو، وكان هذا النضال ديالها صعيب بزاف واقتسموه معها المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. ولذلك فاحنا بغينا اننا نرطوا لها واحد لو جزء قليل لشخصيتها والامومتها واعتبارها على اساس انها شخص مناضل مكافح صبور. الله سبحانه وتعالى غادي يلزمها الصبر الى ان تصل الى الحقيقه. وحنا ان شاء الله بالمجهودات ديالنا وبالنزاهه ديال القضاء ديالنا ان شاء الله غادي نوصلوا لواحد الاحكام منصفه واننا تحقق العداله. واليوم حنا يقتربنا الفرصه اننا كنشكروا النساء ايضا المتواجدين هنا. وهو غير حفل بسيط، تكرمت الجمعيه برئيسها السيد عبد الصمد انه يستقبلنا ويستقبل السيدة حياة العالمي من أجل هذه الفرصة السعيدة اللي ولو أنها يعني هي في محنة، لكن لابد أننا نبين لها بواحد البصيص من الأمل ونبين لها أننا في جنبها وما غنتخلوش عليها إلى حين أن تصل إلى حقيقة. غنخليو الكلمة للسيد رئيس الجمعية اللي استقبلنا وهو مشكور. ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنخلدوا الذكرى ديال 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. ما شاء الله اليوم المرأة المغربية تؤكد وتثبت عن جدارة واستحقاق الدور الفعال الذي تقوم به في بناء فرح هذه المملكة الشريفة. وفي نفس الوقت يعني قررنا أن نساهم في تكريم مرأة من نوع خاص، مرأة مميزة، مرأة نموذج قبل أن تكون مرأة هي أم، ونموذج الأم المكافحة والمناضلة قبل أن تكون أم هي أستاذة ومعلمة أجيال، هي نبية أو رسولة، كانت تدرس أبنائنا في المدرسة وتلقنهم حسن الخلق وتلقنهم ما يجب تلقينه داخل المؤسسة التعليمية أو في رفوف المدارس. هذه المرأة هذه التي أعطت قدوة للمرأة التي صراحة نفتخر بها وأنها تعيش بيننا في هذه المملكة السعيدة، وقد أعتبرها مرأة مميزة فريدة من نوعها في المغرب. علاش؟ لأنها منذ 2007 ولم تنسى فريدة كبدها، ولم تنسى اختفاء ابنها المجهول المصير، وكافحت وجاهدت وسمحت في أجرها وفي وظيفتها من أجل الوصول إلى الحقيقة. حقيقة ماذا؟ يعني المرأة الظاهرة، أنا أسميها المرأة الظاهرة. لماذا المرأة الظاهرة؟ لأن كافحت وجاهدت وقامت بما ثم صراحة مفخرة المغاربة ومفخرة الأبناء وبنات هذه المملكة الشريفة. أي شيء قد قمنا فيه في حقها راه قليل في حقها، لأن علمت الأجيال قيمة الأم وحقيقة الأم المغربية، يعني تكافح تجاهد تبحث عن الحقيقة، لم تنسى فلتتك بيدها، ما نساتوش وما زال تبحث عن الحقيقة، بحثت عليها في الأصدقاء وفي الشوارع في المقاهي في الإنترنت عند الأصدقاء ديالو، وكذلك بحثت عليها داخل المؤسسات الأمنية والقضائية والنيابة العامة داخل جميع، فنبوسوا لها على راسها ونقولوا بأن أنت مفخرة الأم المغربية، شكرا لك على ما قدمتيه للمرأة المغربية وللأم المغربية. الله يجزيكم بخير. الكلمة. السلام عليكم. أنا هي الأم اللي تسمتوني وضمتو معايا واللي ما كنتش متوقعاه. بصراحة أنا أحب الله. ملي كتحب سيدي ربي وكتقرب له ضروري تيحبب الناس فيك. انا براسي ما عرفتش هذا الحب ديال محبه الناس الاتجاهي ما اللي ما عندهاش وصف، ما عرفتش. الحمد لله على اي حال كنشكر سيدي ربي على هادشي. النساء داخل المغرب ولا خارج المغرب كنشكرهم بزاف، وكنشد على يديهم كيف هما شدوا على يديا.
وما خلاونيش الحقيقه بوحدي. هذا الشيء اللي ما عندوش وصف وما عندوش نهائيا زعما شي تعبير. انما اللي غادي نقول لكم هو كل مراه الا لازم غادي تناضل على وليداتها. حنا المغربيات ولا امهات بصفه عامه كنموتوا على وليداتنا، لان ما تزوجنا وما فكرنا نولدوا وليداتنا الا غنقضوا بهم، واخا شي مره تنخطوا هكا ولا هكا راح نهزوا وليداتنا بسناننا. كانوا عايشين نهزوهم بسناننا، كانوا ميتين نهزوهم نعرفوا حقيقتهم. اذا هذا الابن ديالي التهم اللي ما غاديش يتنسالي واللي ما عمري ما غادي ننساه. الناس كلهم مضامنين معايا، كاين جنود الخفاء كنحمد الله ونشكره، وحقيقه ما المساله كتفوق، انا راني عجزت على التعبير لانني ما عرفت ما نقول فوق الشكر وفوق مساله فوق الوصف. وهذا التكريم اللي كيجيكم نتوما بسيط، انا راه جاني شي حاجه كبيره، لان المثل المغربي ديالنا كيقول حجره ميد الحبيب تفاحه. اذا هاد اللي جاكم نتوما تكريم بسيط، انا راه عندي شي حاجه اللي عمرها ما كانت ابار التكريم اللي داروا لي في المؤسسه من بعد ما خديت التقاعد النسبي. وهذا التكريم الثاني، وهذا خاص من بشكل خاص من نوعه او فريد من نوعه، كون ام ناضلت في سبيل ولدها تعرف حقيقته وتعرفوا فين هو، وتناشد السلطات وتناشد القضاء انه ياخذ بيديها وياخذ حقها. ما طالبه والو، ما باغيه والو، بغيت حقيقه ولدي. الله يجازيكم بخير. كنشكرك سيده حياه العالمي على الكلمه ديالك الرقيقه والطيبه، والشكر ديالك في حق المغاربه، في حق الصحافه داخل المغرب وخارج المغرب. وحنا اليوم كنقولوا انك مثال اعلى لسيده مغربيه حره استطاعت ان تحرك القوانين، تحرك القضاء، الى ان تصل ان شاء الله قضيتها الى البرلمان وتناقش بجديه، وان تتغير القوانين لكي يتم تطبيقها في هذا الوطن الحبيب. والان نقدم لك هديتك البسيطه، تقبلي منا هذه الهديه. ولك منا وردة ولكل النساء الموجودات هنا وردة بمناسبة عيد الوطني، عيد المرأة، عيد المرأة، اليوم العالمي للمرأة. جميع النساء أهلا وسهلا. نعم تفضلي سيدتي، لن أنسى أحدا. أكيد سأسمح لنفسي وأحتفظ بوحدة من أجل الأستاذة الخيار التي تعذر عليها الوصول اليوم للإدلاء بكلمتها. نشكر الجميع ونقدم لكم هذه المشروبات والحلويات، ونشكر السيد عبد الصمد. شكرا لكم. شي كلمة أستاذة. نعم أيضا كنا أعطينا أنت حقوقي فاعل تبعتي الملف، عذرنا على هذه المناسبة، وانتم مشكورين انكم قمتوا بهذا الواجب. هي على جد مقروبة منك وتحاول ان تدري في الدموع، حنا كنشوفوها. اعطيني انت سوفيا. اليوم 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 يوم يوم 8 مارس هذه السنة، المجلس الجهوي للمجتمع المدني اختار ان يكرم امرأة من نوع خاص، ونشد عليك بالبقاء من الورد. المجلس الجهوي للمجتمع المدني لما دخل على خط هذه القضية دخل عن قناعة، عن اقتناع بأن هناك خلل ما في تدبير هذه القضية منذ سنة 2007، وبالتالي فتكريم السيدة حياة العالمي هو تكريم للمرأة المغربية المناضلة التي هي مستعدة من أجل التضحية بعملها بوقتها بحياتها أيضا بكل شيء من أجل إحقاق الحق، ولو كان الأمر يعني يتعلق بأحد آخر، لكن في هذه الحالة يتعلق بابنها التهامي بناني الذي لا نعرف مصيره إلى حدود اللحظة. هل هو لكي نوضح بهذه المناسبة، نغتنم هذه الفرصة كي نوضح، ربما ستكلم نيابة عن كنا التهامي بناني مصيره مجهول إلى حدود اليوم. نعم.
حتى واحد ما عرفوه، هل هو ميت، هل هو مقتول، هل هو حي. نعم. لا أحد يعرف، لأن الأمر لا زال أمام القضاء. الجثة غير موجودة إلى حدود اللحظة. نعم. لم يتم العثور عليها لا من طرف الشرطة، لا من طرف الدرك، لا من طرف النيابة العامة. الجثة مجهولة المكان إن كانت هناك جثة، وبالتالي فالأمر باش نوضحوا حتى الناس اللي كيتكلموا في هذا الموضوع هما ما عارفينش. أعود لأقول أن اليوم شرفتنا الأستاذة حياة العالمي بقدومها اليوم إلى مقر المجلس الجهوي للمجتمع المدني. نعيد جميع النساء بهذه المناسبة، وجميع الناس يعني اللي عندهم ضحايا، أن المجلس سيكون بجانبهم وبجانبهن خصوصا إحقاقا للحق وانتصارا للعدالة. شكرا لكم. شكرا. هديتي هذه ورطتي هذه أهديها لجميع نساء العالم. حبيباتي النساء، عاشت الأمومة وعاشت الأنوثة. شكرا. عاشت المرأة المغربية. شكرا.